بنيتها راه مسؤول يديرها، ولكن إن لله وإن إليه راجعون. عزاؤنا واحد، والله يرحم الفقيد محمد الخليفي، رئيس نشرة الأخبار بالقناة الثانية بقلب دوزام، وهو كيشرف على النشرة الإخبارية الأخيرة، الله يرحمه ويوسع عليه ضيقات القبور. وإن لله وإن إليه راجعون، الله يصبر الأهل ديالو، الله يرحمه ويغفر له في هذا الشهر الكريم. وفاته المنية وهو داخل مقر الشغل داخل القناة الثانية بمنطقة عين سبع. إن لله وإن إليه راجعون. فهذا الخبر اللي صراحة مؤلم وكيضر بزاف، هي الموت حق علينا كاملين، وإنما الفراق اللي صعيب، فراق صعيب بزاف، فالله يرحمه والله يصبر العائلة ديالو. وإن لله وإن إليه راجعون. كان كيزاول مهنة المتاعب، المهنة اللي كتكون ناعس بلا نعاس وفايق بلا فياق، والوقت العيطة والخصك تكون خدام وخصك تجاوب في التليفون. الله يرحمه، مات هو كيشرف على النشرة الإخبارية الأخيرة بالقناة الثانية، إن لله وإن إليه راجعون. فنقل جثمان الراحل محمد الخليفي من مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي إلى المركز الوطني للطب الشرعي بمنطقة الرحمة. كان حضور الشرطة القضائية، الشرطة التقنية والعلمية، كذلك العناصر ديال الدائرة التابعة لديك المنطقة، كل شيء كان حاضر. وتم نقله من دوزام المستشفى محمد الخامس، ومن مستشفى محمد الخامس غادي يجيبوه مسكين الله يرحمه المركز الوطني للطب الشرعي بمنطقة الرحمة. الاسم ديال الراحل محمد الخليفي، رئيس نشرة الأخبار بالقناة الثانية، مات هو كيأدي الواجب المهني داخل دوزام، يعني كان خدام وكان كيشرف على النشرة الإخبارية الأخيرة، باش غادي يغادر وغيمشي لدار، ولكن لله ما أعطى ولله ما أخذ. قدر الله ما شاء فعل، ربي بغاه يموت داخل القناة الثانية الله يرحمه، يعني الموت لا نقاش فيها، فاش كتجي راه كتجي، بغاه الله داه الله. الفراق صعيب، بغيتكم عافاكم غير تدعيوا معاه بالرحمة والمغفرة. عزاؤنا واحد، كنقدم تعازي الأسرة ديالو والعائلة ديالو، وكذلك الزملاء في القناة الثانية، الله يصبركم فراق الخليفي رئيس نشرة الأخبار. إن لله وإن إليه راجعون. كان خدام مسكين، حسب بعض المصادر كان كيشرف على النشرة الإخبارية الأخيرة، ومات الله يرحمه. فدعواتكم أخوتي عافاكم، دعواتكم في هذا الشهر الكريم، دعوا ما عافاكم بالرحمة والمغفرة، والله يصبرهم
الله يجعله من أهل الجنة، اللهم آمين. محمد الله يرحمه، اللهم آمين. حليمة إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحم واغفر له وصبر آله يا أرحم الراحمين، اللهم آمين يا رب العالمين. فالناس اللي عاد التحقوا بنا لهذا البث المباشر كيسولوا على شكون مات، اللي مات هو محمد الخليفي رئيس نشرة الأخبار بالقناة الثانية، توفى بقلب دوزام وهو كيشرف على النشرة الإخبارية الأخيرة، كان خدام حتى مات، الله يرحمه والله يغفر ليه يا رب. فما كتعرف شنو كتسناك وشنو غيوقع لك من هنا القدام، يعني سعدات لي دار شي حاجة زوينة في حياته، يونس كيقول، يونس الهشامي كيقول حضرت ليه مات ضاحك مسكين، الله يصبركم اخويا والله يرحمه مسكين في هاد النار. فالسياره ديال المركز الوطني للطب الشرعي جايه في الطريق باش يدخلوه لهنايا وغيجيو العائله ديالو باش يشوفوه، الله يصبرهم يا ربي، الله يصبرهم. يعني صعيب باش تلقى بحال هاد الخبر وفي هاد الوقيته هادي في هاد الشهر الكريم، الله يجعله من اهل الجنه يا رب. محمد ان لله وان اليه راجعون، حافظ ان لله وان اليه راجعون. اللهم امين خويا يونس، اللهم امين، اللهم امين. بحر والديا ان لله وانا اليه راجعون، الله يرحمه يا ربي. الاسم ديالو محمد الخليفي رئيس نشرة الأخبار بدوزام، مات مسكين وهو كيأدي الواجب المهني، يعني كان كيدير خدمته الخدمة ديالو وتوفى، الله يرحمه يا ربي. إبراهيم الله يرحمه، اللهم آمين. عبد الحكيم الرحمة، احنا كنتواجدوا في الرحمة حاليا المركز الوطني للطب الشرعي بمنطقة الرحمة، فالسيارة ديال تابعة لهاد المركز جاية من الحي المحمدي من سبيطار محمد الخامس، غتجيبو لهنايا للرحمة. يعني خبر اللي نزل علينا كالصاعقة، يعني خبر مؤلم وحزين جدا. جواد
إن لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمه ويغفر له ويسكن فسيح جناته يا رب. اللهم آمين. نور الدين الذهبي الله يرحمه. اللهم آمين. رشيد عبدو الله يرحمه فهاد العواشر. اللهم آمين. حراك مد كل نفس ذائقة الموت. فعلا ولكن الفراق صعيب. الفراق صعيب. الفراق صعيب بزاف. يوم أمس توفات الوالدة ديال الزميل ياسر الزواني الله يرحمها ويوسع عليها ضيقة القبور. تم الدفن ديالها اليوم في مقبرة الرحمة. نما كاملاش حتى 24 ساعة كنتلقاو خبر آخر عاوتاني ديال وفاة الزميل محمد الخليفي رئيس نشرة الأخبار بدوزام بقلب القناة الثانية، وهو كيشرف على النشرة الإخبارية الأخيرة. يعني كان خدام ومات الله يرحمه. فالله يرحم جميع الأموات المسلمين. أمين. هشام الله يرحمه ويغفر له يا رب. اللهم أمين. رشا خديد إن لله إنا إليه راجعون الله يرحمه ويغفر له. شكون يا أخي اللي توفى؟ توفى رئيس نشرة الأخبار بدوزام قناة ثانية، اسم ديالو محمد الخليفي. توفى وهو خدام يعني في قلب القناة الثانية بقلب دوزام. هادشي علاش كنقول لكم سعدات اللي دار شي حاجه زوينه في حياته. يعني ما بقاش ملاهي مع الدنيا، سير هنا اجي هنا شنو خاص شنو هادي. سعدات اللي دار شي حاجه زوينه في حياته. الدنيا فايته، شوف شنو درتي مع مولاك، شنو موجد لمولاك. اللهم امين يا ربي. شكرا خويا هشام الله يرحمه. اللهم امين. الله يصبرك خويا اسماعيل رحمة الله عليه، صديق الدراسة ولد عين السبع.
زايرة كتسول شكون اللي مات. اللي مات هو واحد السيد خدام في دوزام، اسم ديالو محمد الخليفي، رئيس نشرة الأخبار، تعازينا الحارة العائلة ديالو، أصدقاء الزملاء كاملين، الله يصبركم. اللهم امين خويا مبارك، اللهم امين، اللهم امين. جلال ان لله وانا اليه راجعون. اللهم امين يا رب خويا محمد الناجي، اللهم امين. فاحنا كنتواجدوا امام المركز الوطني للطب الشرعي في انتظار وصول جثمان الراحل محمد الخليفي. يعني غادي يدار ليه تشريح باش يعرفوا واش موت ولا وفاة طبيعية أو لا، لأنه كان داخل مقر العمل وكان كيزاول المهنة ديالو وكان كيشرف على النشرة الإخبارية الأخيرة. يعني داكشي علاش غادي يجيبوه لهنا المركز الوطني للطب الشرعي، باش غادي يديروا ليه عملية تشريح، ومن بعد غادي يتم الدفن ديالو. عليكم السلام خويا جواد، اللي مات هو واحد السيد خدام في دوزام، رئيس نشرة الأخبار. شهيد العمل والواجب، فعلا ان الصحافة راه مهنة المتاعب، ناس بلا ناس، فايق بلا فياق، في اي وقيته وفي اي مكان خصك تتفاعل مع الناس. اللهم امين خويا مراد، اللهم امين، شكرا بزاف، اللهم امين. رشيدة خلوف الله يرحمه ويغفر له، اللهم امين يا رب. جمال جمال، ان لله وان اليه راجعون.
الله يصبر العائلة ديالو يا ربي يا ربي. فاش كتجي الموت راه كيبقى لك الا تقول ان لله وان اليه راجعون.